بقول لك ايه يا حاج؟ بصراحه ما ينفعش اللي انت عملته فيا ده. الصوت ده انا عارفه. فيه ايه يا ابني؟ انا جيت لك هنا واتفقنا ان اي حاجه المسها تتحول لذهب، صح ولا لا؟ ايوه. ايه المشكله يعني؟ وانت ليه ما فهمتنيش ان دي لعنه؟ انا كل حاجه المسها بتتحول لذهب، حتى الاكل والشرب بقوا ذهب. الخياره دي بقت ذهب، ما كنتش عارف اكلها لاني ما باكلش ذهب. صوته مزعج قوي. الميه دي شايف حتى الازازه، الازازه نفسها بقت ذهب. مزعج قوي. حتى ورقه التواليت بقى ذهب، ما كنتش عارفه. انا بقيت ملعون ملعون ملعون. بقول لك ايه، جربت تلبس جوانتي وانت بتاكل؟ تلبس جوانتي؟ جوانتي؟ ما فكرتش فيها الصراحة. طب والمية اشربها ازاي؟ المية اشربها بشفاطة. شطافة؟ شفاطة شاليمو. شاليمو ماشي. أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في حلقة صغيرة من برنامج الدحيح. في أحد الأساطير الإغريقية، الملك مايدس أو ميداس باللغة العربية، بيطلب من الإله دايونايسس، إله الخمر والعربدة، إن أي حاجة يلمسها تتحول لذهب. وبالفعل دايونايسس بيستجيب لرغبة مايدس وبيديله القدرة إن أي حاجة يلمسها تتحول لذهب. مايدس كان مبسوط جدا، تخيل أي حاجة تلمسها تتحول لذهب. كان يلمس الصخر يتحول لذهب، الشجر يتحول لذهب، الورد يتحول لذهب، منجم ذهب متحرك. بس كان في مشكلة، لما كان يجي يلمس الأكل يلاقيه برضه تحول لذهب، وبالتالي ما يعرفش ياكل. يجي يشرب كوباية مية يلاقيها بقت مية ذهب، ما يعرفش يشرب. ده ايه الحظ ده؟ واحد معاه كل الذهب ده بيحول لأي حاجة في العالم لذهب ومش عارف يشرب بق مية. تخيل الراجل لا عارف ياكل ولا يشرب. طب ما كان حد يأكله في بقه. لا يا أخويا، هو كان بيحب ياكل في إيديه. ما تبوظش الأسطورة أرجوك. خلينا نكمل لو سمحت، عشان مش هو ده الموضوع اللي أنا عايز أتكلم فيه بعد إذنك يعني. المهم، والموضوع فضل يسوء. يوم ما لمس بنته تحولت هي كمان لتمثال من ذهب، وهنا مايدس ابتدى يدرك لعنة القدرة بتاعته. بيروح لدايونايسس ويترجاه، يقول له خلصني من هذه القدرة. وبالفعل دايونايسس بينصحه انه ياخد غطس في نهر البكتوليس، وبيوعده ان بعد الغطس ده مفيش حاجة هيلمسها هتتحول لذهب تاني. لكن كما توقعت دلوقتي عزيزي المشاهد، او ما توقعتش يعني انت وقدرتك على التوقع، مايدس ينزل النهر والنهر كله يتحول لذهب. بس اللي انت ما انتش واخد بالك منه، وما تخفيه عنك وسائل الاعلام، ان في 32 شخص على كوكب الأرض دلوقتي تقريباً بيعانوا نفس معاناة مايدس. للأسف أي حاجة بيلمسوها بتتحول لذهب. طبيت يا ابني، لو كانوا موجودين كان زمان اتصاحبنا عليهم. ده صح صح معايا يعني. في 2016 اتنشرت مقالة في البي بي سي عن سيدة مصابة بحساسية من المية. أيوان اللي سمعته ده صح، حساسية من الحاجة اللي بتغطي تقريباً 70% من الكوكب بتاعنا. أنت متخيل؟ بمجرد إن أي حتة في جسمها تتعرض لمية يبدأ إفراز حاجة اسمها الهستامين، مسؤول عن ظهور اعراض الحساسيه. فالحته دي تبدا تورم وتحمر زي اعراض الحساسيه، الناس اللي عندها حساسيه من الفول السوداني. شوف شكلهم بيبقى عامل ازاي. وحتى ايه، شرب الميه بيؤدي لنفس الاعراض عندها. وطبعا مش محتاج اوصف لك المأساة اللي ممكن تحصل لو الدنيا بدات تمطر، او شوف الذل لو حبت تبكي على حالها والدموع بدات تنزل على وشها. يعني يوم حتى ما تحس بالالم والمعاناه اللي هي فيها ما ينفعش تعيط، مفيش مفر من الحساسيه. الحاله دي حاله نادره جدا، معروفه باسم اكواجينيك ارتكاريا. المريض فيها بيكون حساس للميه مهما كانت درجة حرارتها، مهما كانت درجة نقائها. المية نفسها هي اللي بتسبب الحساسية. لكن في سؤال قد يخطر في بالك دلوقتي، هو معلش يعني مش جسم الإنسان أصلاً 60% مية؟ الناس دي لسه عايشين إزاي؟ يعني أنت مثلاً لو حساس من الفول السوداني وحد قام مديك حقنة فول سوداني هتظهر لك أعراض الحساسية. لكن اللي مختلف في حساسية المية إنها بيتم تحفيزها من التعرض الخارجي للمية بس، فهي عادي من جوه تمام، لكن من بره مشكلة. يعني مثلاً لو قمت واخد لي حقنة مية وحطيتها مش هتظهر أعراض الحساسية. ودي خاصية خطيرة ومهمة جدا، وبسببها ابتدينا نشك ان السبب بتاع الحساسية مش المية نفسها، انما ممكن تكون مادة على الجلد. اول ما المية بتيجي عليها بتدوب وتدخل الجسم معاها. لكن لسه الكلام ده مش مؤكد. السؤال الاهم دلوقتي، ازاي المصابين بالاكواجينيك ارتكاريا عايشين حياتهم مع كل الصعوبات دي؟ زي ما قلت لك، هي لو كانت في شتاء فالدنيا بتمطر هتجيلها الحساسية، لو استخبت في مكان ممكن يبقى حر شوية هتعرق فتجيلها الحساسية. عملية صعبة جدا. لو اتضايقت انها لا عارفة تخرج ولا عارفة تقعد في مكان وعيطت هتجيلها حساسية. في الواقع عزيز المشاهد، هم مش عايشين حياتهم قوي. يعني مثلا بيقللوا عدد المرات اللي بيستحموا فيها على قد ما يقدروا، بيشربوا لبن بدل مية، بيقعدوا في البيت لو الدنيا هتمطر، وبياخدوا انتي هيستامينز عشان يقللوا من مفعول الهيستامين،
وبالتالي يقللوا شوية أعراض الحساسية. لكن المشكلة الأكبر اللي بتقابل المصابين بالحساسية دي إنهم قليلين جدا، تقريبا شخص واحد من كل 230 مليون بني آدم، أو زي ما قلت لك قبل كده كلهم على بعض 32 شخص على الكوكب كله. وده بيخلينا غير قادرين إننا نعمل تجارب كافية على الأدوية المتاحة عشان نوصل للعلاج الأمثل للحساسية دي. ده غير إن حتى لو لقيناه مفيش شركة أدوية هتصنع علاج ل 32 شخص. العلاج ممكن يكون في إيدينا بسبب العلم، لكن ما يبقاش متوفر بسبب الاقتصاد. أصل فكر فيها، تكسب إزاي من 32 بني آدم؟ وحساسية المية مش هي الحساسية الوحيدة النادرة. عندك مثلا السولار أرتكاريا، حساسية من الشمس، الناس دي عندها صعوبة في الخروج الصبح أو إنها تروح الشغل. وعندك ما يسمى بالهيت أرتكاريا، حساسية من ارتفاع درجة الحرارة. وخد التقيلة، في حساسية من الفيزيكال إكسرسايز، المجهود البدني. واسمع دي، بعض الناس عندها حساسية من حاجة زي النيكل سلفيت اللي بيتعمل منه الفلوس المعدنية. الناس دي ما تعرفش تلمس الفلوس المعدنية. ومش بس كده، في ناس ما تعرفش تلمس أصلا، عندهم حساسية من اللمس، سواء حد لمسك أو أنت لمست نفسك. فبس كده، ربنا يحفظنا ويشفيهم. وأخيرا وليس أخيرا، ما تنساش تشوف الحلقات اللي فاتت، تشوف الحلقات الجديدة، تنزل تبص بص على المصادر، روح على اليوتيوب نشترك في القناة.